السلام عليكم. في حلقه هي الاروع عما يحدث داخل جدران النادي الاسماعيلي وبرازيل الكره المصريه، جئت لك اليوم لكي نتحدث انا وكل من يعشق الكره العربيه والكره البرازيليه عما يحدث من احصائيات واخبار وتفاصيل هي الاهم في هذه الحلقه. ولكن يا صديقي انا عايزك تنتظر معايا اخر الحلقه، لاني سنتحدث في هذه الحلقه عن الاربع شباب من جمهور الاسماعيلي الذي تم الحبس او القبض عليهم في مباراه الزمالك، وسنتحدث ايضا عن الحكم مصطفى الشوادي حكم مباراه الاسماعيلي والجونه، والحكم الذي يحكم مباراه الاهلي والبلديه اليوم. وايضا سنتحدث في هذه الحلقه عن الدكتور هشام مصطفى ومن سيعود في المباراه القادمه او تاهيل بعض اللعيبه، وسنتحدث عن تصريح الكابتن حمد ابراهيم بعد لقاء الجونه، وسنتحدث ايضا عن الاحتفال الغير اخلاقي لنجم من نجوم الكره العالميه في مباراه النصر والشباب. كل هذا في هذه الحلقه، ولكن يا صديقي انتظر معايا اخر حلقه، لان الحلقه دي بيها الكثير والكثير من الاخبار هي الاهم في هذه الحلقه. وبيشترك بنا الكثير فضلا وليس امر، الاشتراك واللايك والسبسكرايب هم اللي يدعموا هذه القناه، ولا تكبر هذه القناه الا بوجودك في هذه القناه. وقبل ما نقول صلى على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم، وننطلق في حلقه هي الاهم عما يحدث في الكره العربيه والعالميه. والبدايه من قلعه وكيان درويش مصر ودرويش العرب. طبعا في مباراه الاسماعيلي والزمالك الماضيه الذي انتهت بالتعادل رغم الجدل التحكيمي ورغم ما حدث في اللقاء من سذاجه من حكم البار محمد معروف وحكم الساحه محمد عادل. تحدثنا في هذه الحلقات السابقه، ارجع للحلقات السابقه وشوف احنا اتكلمنا ازاي على والاخطاء السذاجه من حكم البار وحكم الساحه. تم القبض على اربعه من جماهير الاسماعيلي، والاربعه كلهم في كليات وفي واخلاق عاليه وولاد ناس بمعنى اصح. تم القبض عليهم من امن الاسماعيليه، طبعا بناشد المحافظ وبناشد مدير امن الاسماعيليه، لان دايما مش اتحاد الكره بس اللي بيحط على جمهور الاسماعيلي واداره الاسماعيلي ولاعيبه الاسماعيلي، لا كمان الامن بتاع الاسماعيليه بيحط على الجمهور، وبيحط هو يعني جمهور الاسماعيلي هو يعني الحسد او السوء فيما يحدث في اللقاءات. جمهور الاسماعيلي هو الوحش، هو الكخ، يعني مش معقول ان يعني جمهور الاسماعيلي هو اللي اخطا وجمهور الزمالك ما اخطاش، ان اتحاد الكره يعاقبه وامن اسماعيليه يعاقبه، فما ينفعش يا جدعان. لازم يكون يعني عندنا في ظل ما يحدث من اقتصاد سيء ومن ومن ومن، احنا الناس بتلعي نفسها في 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 المباريات وفي اللقاءات وفي انه يروح الماتش، وانا بيقطع تذكره ب 75 جنيه وبان اي دي وي 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 عشان يروح الماتش، وانت تيجي تعاقبه ان انت تحبسه ما اجرمش. ايه يعني شتم يا اخي؟ وهي الشتيمه بتلزق. تم تحويلهم الى النيابه، ومشكورا المستشار حمدي عبد الوهاب والد اللاعب مروان حمدي راح ودافع عنهم وخرجوا. وطبعا بشكر برضه مسؤولي نادي الاسماعيلي ان هم راحوا للناس دي وخلصوا الموضوع وانتهت وحلت المشكله والحمد لله رب العالمين. ولكن دايما جمهور الاسماعيلي، وانا بناشد جمهور الاسماعيلي، يا ريت يا جدعان يا ريت انتم مضطهدين من اتحاد الكوره، من امن اسماعيليه، من 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 كتير من كتير، فيعني ايه خلينا مع فريقنا بس، عشان انت لو كحيت هتطرد، لو كحيت هتتمنع من زي كده. ما برضه نزل عقوبه على جمهور نادي المصري بعيدا عن ما حدث في لقاء الاسماعيلي والمصري والاشتباك، انا معاك في ان هو خطا، وانا معاك في ان جمهور المصري اخطا في ان هو راح لجمهور الاسماعيلي وحصل اشتباك بينهم وبعض، وعقوبه من حقك انت تعمل عقوبه واكتر من كده. ولكن في عقوبه غريبه لقيتها طالعه غريبه قوي، خمسه من جمهور المصري اللي هم راحوا لجمهور الاسماعيلي حرمانهم من الدخول او مشاهده لقاءات المصري او دخول الاستاد او الذهاب الى مباريات المصري لمده 3 مواسم. ليه يا عم انت حبسه؟ ده لو قتل واحد مش هياخد سجن 3 سنين. ده بالنسبه لي ما يحدث يعني. من طبعا كان في مباراه
الاسماعيلي والجونه، الحكم مصطفى الشواري. مصطفى الشواري هو ما فيش يعني كان كويس، يعني مش هنطلع فيه عيوب لاني مش هيبقى يعني حكم شاب، مش هيبقى اقل من محمد عادل. يعني محمد عادل كان اخطاه اكتر من مصطفى الشواري في مباراه الزمالك، والكل شاف الواقع. ولكن انا بتكلم على نقطه تانية خالص، كان قاعد على الفار احمد الغندور. ازاي احمد الغندور يقعد على الفار في مباراه الاسماعيلي والجونه، والنهارده حكم الساحه لمباراه الاهلي والبلديه؟ يعني ايه مفيش حكام؟ الحكم يحكم مباراتين في يومين ورا بعض، مره فار ومره ساحه، في لغز. ده بالنسبه انت بقى قول لي ايه رايك في الكومنتات، يعني انا مستني تعليقك في الكومنتات على السيكو سيكو اللي بيحصل بعيدا عن ما يحدث. يعني طبعا الاسماعيلي راح اليوم استعدادا للعوده غدا للتدريب الجماعي، استعدادا لمباراه بلديه المحله التي ستكون يوم السبت القادم 2 مارس في السابعه مساء على استاد الاسماعيليه. مباراه هي الاهم، مباراه بسته بونت، ومش انا اللي قلت كده. طبعا الكابتن محمد ابراهيم بعد لقاء الجونه قال لك ان احنا هدرنا فرص، ودار الفرص ده هو السر في تعادل او خروج المباراه بالتعادل، رغم ان احنا ضيعنا كتير وكانت الاستحواذ لينا وان احنا كنا عاملين مباراه اكثر من رائعه، ولكن مفيش حظ. وفعلا انا شفت ان الاسماعيلي قدم امبارح، ولكن في تراجع نسبي لبعض لعيبه، ولكن احنا بنساند وبنشجع وبنآزر لان اللعيبه دي صغيره سن، اللعيبه دي اللي جايه جديده لسه مفيش اكتافه مع بعض، لسه مفيش انسجام مع بعض. ده بالنسبه ليه؟ عشان لازم نساند. واحنا بص احنا هنا عشان نساند ونآزر ونشجع ونساند الناس دي، الناس دي طول ما احنا بنساندها، طول ما هي شايفانا، طول ما احنا وراهم وهم بينجحوا بس، فاحنا بنآزر وبنشجع وبنساند. طبعا ده كان تصريح كابتن محمد ابراهيم، بيقول لك ان مباراه البلديه بست نقاط، وبالفعل مباراه البلديه انت لو كسبت مباراه البلديه تبقى تسع الدوري. خلصت في نص جدول الدوري يا باشا، انت كده رومونتادا. انا عايز اقول لك ان انت بينك وبين اول الدوري 9 بونت، 9-10 كده يعني، مش رقم 3-12، هو يقعهم وانت تكسبه. والله العظيم الموضوع اسهل مما تتخيل. احنا مش عايزين ناخد الدوري، بس احنا عايزين نوصل ل ما تعودنا عليه. مش هقدر اقول لك كمان. طبعا كابتن ايهاب جلال يراقب مباراه الاهلي والبلديه اليوم عشان يحط نقاط القوه والضعف في تدريبات بكره والتدريبات التكتيكيه استعدادا لمباراه البلديه، لان انت خلاص السبت الجاي يعني بعد 4 ايام الدنيا كلها ايه. طبعا كابتن ايهاب جلال اتكلم مع الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق الاول عشان يخضع لعلاج مكثف لبعض اللعيبه لعودتهم سريعا، لان هو محتاج اللعيبه دي، محتاج مخلوف، محتاج عماد حمدي، محتاج محمد فوزي، محتاج لمروان حمدي، محتاج للناس دي تبقى متواجده. وجودها على الدكه ايا كان لو مش هينزل، وجوده على الدكه هيفيده لو في حاله اي تعثر هيحصل معاه. تجهيزات يا باشا، بالنسبه لاحمد الشيخ لسه بيتاهل عشان نبقى واضحين معاه. بالنسبه للصفقات عشان الناس اللي هتطلع وتقول لي الصفقات ومش الصفقات، مسؤول الاسماعيلي قال لك كلمتين من الاخر، نحن نعمل في صمت. مقعدين لسه في مقعدين، هو مش سايب مقعدين حاطط سيستم عشان يسيبهم فاضيين للعلم، عشان تبقى انت بس صح معايا. ده بالنسبه للمقعدين وبالنسبه للصفقات وبالنسبه لخالد النبريسي. وانا قلت لك مش انا اللي قلت، كمان دي جايه من الكاس من الفيفا ان الجلسه بتاعت 26 الجاي قفلت، مفيش جلسات، اتلغت. فمعنى كده الموضوع خلصان، اللعيب جاي. بس انت عارف ان في امور تاشيرات وورق وطيران، ولكن هم بالفعل مسؤول الاسماعيلي بعتوا حجز او بعتوا تذاكر الطيران للعيبه الجديده ولخالد النبريسي. ده بالنسبه للكلام الاكيد يعني اللي بقول لك. طبعا حصل هشام محمد امبارح على
جائزة أفضل لاعب أو رجل مباراة الإسماعيلي والجونة، وقال لك بعد الماتش أنا دي بداية ليا مع الإسماعيلي، وإحنا هنرجع الإسماعيلي لعهده، وإحنا هنبذل ما في وسعنا أنا والمجموعة اللي جاية عشان نرجع. والكل شاف حاتم سكر رائع، عبد الرحمن الداح، علي الملواني، اللعيبة دي محتاجة بس تاخد وقت أكتر من كده يا كابتن إيهاب، والله العظيم اللعيبة دي هتبقى فورمة. ده بالنسبة لي. طبعا هنتكلم بقى دلوقتي على الاحتفال الغريب للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، وهذا الاحتفال سينهي على مسيرته الكروية في السعودية وخارج السعودية. طبعا كان في مباراة يوم الحد اللي فات مع الشباب، وانتهت المباراة بفوز النصر على الشباب ب3 أهداف مقابل هدفين. بعد ما أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، احتفل بطريقة مقززة أو طريقة هي الأسوأ في تاريخ هذا النجم. وبعد انتهاء اللقاء ذهب إلى جمهور الشباب واحتفل أيضا بطريقة مختلفة وهي الأسوأ أيضا في مسيرة كروية لنجم عالمي. وأعتقد بنسبة 100% إن كريستيانو رونالدو ستكون نهايته الكروية هذه المباراة، لأن الموضوع تصاعد إلى اللجنة العليا وإلى المحكمة الرياضية بكأس بدوري لوشن السعودي، والموضوع تصاعد وبيدرسوا الموضوع وبيدرسوا الفيديوهات، وهيصدر قرار ضد كريستيانو رونالدو في خلال 3 أيام. وأعتقد بنسبة 100% إن كريستيانو رونالدو انتهى الموسم الكروي له في دوري لوشن، وأعتقد بنسبة 100% إن سيكون كلام داخل الأوض المغلقة أو الغرف المغلقة عن رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي، لأنه ما فعله يسيء ب الدوري لوشن السعودي. ده بالنسبة لي نجم كبير بيصغر نفسه. طبعا انتهت الجولة او مباراة امس التي انتهت في الجولة ال14، تعادل الاسماعيلي مع الجونة بدون اهداف، وفاز انبي على زد، وكانت نتيجة تجعل انبي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برومونتادا غير متوقعة من بداية الموسم. فاز على زد بهدف لا شيء، وفاز المصري البورسعيدي بنتيجة كانت متوقعة في ظل تراجع نادي المقاولون العرب من بداية السيزون. بعد ال10 صفقات الذي أحضرهم في هذا الوقت، أو الصفقات اللي جابهم نادي المقاولين في يناير، برضو في تراجع في أداء المقاولون العرب. مباراة اليوم النهارده في مباراة واحدة في الإيجيبشن ليج بين الأهلي وبلدية المحلة. أنا عايز الكل من جمهور الإسماعيلي ينظر على هذا اللقاء، لقاء هام. البلدية النهارده هيكون شكل مختلف عن اللقاءات السابقة، لقاء سيراميكا اللي اتغلب فيه 5، واللقاء اللي انتهى الأخير بتاع البلدية أيضا بهزيمة كانت قاسية على البلدية. ولكن البلدية النهارده مع الأهلي سيكون، ولكن ستنطلق أيضا مباراة هامة في هذا اليوم، وستنطلق بطولة هي الأهم، وهي كأس الاتحاد الإنجليزي، ستنطلق في 9:30 مباراة ليستر سيتي و بورمونتس و بورمونتس و و بلاكارد ونيوكاسل ومانشستر سيتي ولوتاتون في 10 مساء. مباراتي الأصعب، مباراتي الأهم. بكرة صلاح عنده مباراة صعبة مع ساوثامبتون في 10 مساء، مباراة في كأس الرابطة الإنجليزي. يورجن كلوب عايز قبل ما يرحل يكون عامل حاجة لتاريخ، بعيدا عن البطولة اللي انتهت كأس الرابطة الإنجليزي بفوزه على تشيلسي في مباراة كانت الأروع بالنسبة لفان دايك الذي عاد من جديد إلى التهديف بالرأسيات، هي الأكثر من رائعة. و مباراة هامة، أنا عايز كل
مشجع ومحب الدراويش ومحب الكره المصريه والعربيه في كل مكان. مش طالب منك كتير يا صديقي، فضلا وليس امرا، اشترك واللايك والسبسكرايب هم من ينعموا هذه القناه، ولن تكبر هذه القناه الا بدونك. ما اعرفش غير اقول لك يا صديقي يوم سعيد، والسلام عليكم.